أثارت إبهار العالم بالاكتشافات الأثرية الجديدة، ولهذا السبب يواصل علماء الآثار والباحثون دراسة كل التفاصيل وكشف النقاب عن أحدث الاكتشافات. الصحيفة أشارت إلى أنه بفضل هذه الاكتشافات تجتذب مصر دائما علماء الآثار والباحثين بفضل ثقافتها الواسعة، وهم يعرفون أنه سيكون هناك دائما شيئا جديدا لاكتشافه. إحنا معانا على التليفون بسام الشماع المؤرخ وعضو الجمعية التاريخية. مساء الخير وأهلا بحضرتك. مساء النور يا فندم، مساء النور على مصر الحضارة كلها. أهلا بيك. قولي الأول، شايف إزاي ما كتبته الصحيفة الإيطالية عن الآثار المصرية؟ عندما تأتي الكلمات ديت والعبارات الرائعة والجميلة والمحفزة واللي بترصد وتوثق أعمال الآثريين المصريين والفرق التنقيب في مصر، لما تيجي من بلد اصلا اثريه زي ايطاليا، روما مثلا، فلدينا روما يعني معروفه ومتحف في كل مكان. لما تيجي من ايطاليا ولما تيجي من بلد لها باع كبير في التاريخ، استمع بقى واشوف الناس دي بتتكلم بتقول ايه. دي نمره واحد. نمره اتنين، لو بصيتي حضرتك لحضارات كثيرة جدا هتلاقيهم مهتمين قوي بفكرة الآثار المصرية. يعني لو بصيتي قديما تجدي مثلا هيرودوت جاي منين؟ جاي من اليونان، فزار مصر لدراسة هذا الشعب ودراسة هذه الآثار العجيبة بالنسبة لهم. جاي منين؟ جاي من بلد أصلا كانت بتقود العالم، وحضارة كانت بتقود العالم في الطب والعلوم والمعمار وكل ده. فعندما يتأثر شخص زي هيرودوت ويكتب كتاب كامل من 9 كتبه عن مصر، خلينا نفكر إيطاليا بها متحف تورين، وهو تاني أكبر تجميعة للآثار المصرية في العالم بعد متحف التحرير، وبعد كده لما المتحف الجديد يتفتح ياخد بقى المركز الأول. فإذا نحن نتكلم عن آثار وسياحة، ونتكلم عن أيضا لما الإنجليز يبصوا الهرم الكبير هرم خوفو، يبصوا عليه كده هوت ويدرسوه يذاكروه، ثم يطلقوا عبارة في منتهى الجمال عليه ألا وهي engineering the impossible. فعندما يتم وصف معمار الهرم الأكبر، واحد من أكثر من 130 هرم في مصر، لما يطلق عليه هذا اللقب engineering the impossible أو هندسة المستحيل، شوف الكلمة عاملة إزاي، إن أنت دي هندسة بس يعني مستحيل ان انت تجد حد يقدر يعمل زيها النهاردة ويقدر يحط 2,300,000 حجر في مبنى واحد. لما تبص ودي وده دول الانجليز اللي ذكروا كويس قوي الاثار المصرية ونقبوا بشكل كبير جدا. هنا كمان لازم اضيف حاجة بقى على الخبر الطلياني الجميل ده، ان زي ما هو العالم كله بيهتم بالاكتشافات وبالترميمات بالمناسبة كمان وإعادة افتتاح. يعني انا مثلا كنت سعيد جدا مثلا بدراسة وإعادة عرض تاريخيا الهرم الموجود في دهشور، وهو الذي يطلق عليه الهرم المنحني للملك سنفرو. ده واحد من عجائب البنايات في العالم، وكان لمدة طويلة جدا مش واخد حقه. فلما من كام أسبوع تم افتتاح الهرم المنحني في دهشور، ولما تبقى الايد المصريه، وهنا بقى دي لازم اضيفها، انا راصد في خلال السنين اللي فاتت سواء تنقيب او افتتاح او ترميم او اعاده تحضير وتنظيم اثار بعينها، انا شايف ان الايد المصريه، يعني الاكتشافات اللي حصلت في المنيا مثلا وتونا الجبل وغيرها، انا شايف الايد المصريه اللي كنا بننادي عليها من زمان خالص، من سنين اتذكر كنت تملي اقول احنا عايزين فرق التنقيب المصرية تبقى كتيرة، ونوصل لمرحلة ان كل فرق التنقيب في مصر تبقى مصرية، ولما الاجانب يحبوا يساعدونا لان هم بيحبونا يساعدونا بحاجات كتير، التدريب والالات والتمويل والحاجات الجميلة ديت والافلام التسجيلية وكذا. ومع هذا انا بقول لحضرتك انا بدعو يعني كل الاثريين ان احنا نستغل هذا الخبر. نستغله ازاي؟ ده سؤال مهم يا استاذ بسام، بحيث يكون عامل جذب لعدد اكبر طبعا واعداد اكبر من السائحين. ده سؤال كويس يا فندم، لان احنا كل كشف او كل اعاده افتتاح لاثر لو تقدم للعالم بالشكل اللي احنا بنشوفه، يعني انا مثلا
باجي التملي ان وزاره الاثار بتصطحب معاها تملي سفراء اجانب في افتتاح اثار او افتتاح اثر مرمم او فرقه تنقيب او كذا. ده السفير ده بيبقى هو سفير، لكن لو انا جبت السائحين الى مصر باعداد كبيره جدا، يعني لو قدرنا نعدي ال 30 وال 40 وال 50 مليون سائح، وده رقم على فكره مش خيالي، يعني انا عندي اكتر من فرنسا، ومع احترامنا لكل حضارات العالم عندي اكتر من فرنسا بكثير من الاثار والتاريخ. يعني اللوفر صحيح يعني اللوفر في فرنسا يا فندم يعني معتمد على ايه؟ طبعا هتروحي تشوفي عند حضرتك لوحه الزودياك بتاعتنا بتاعت معبد دندره، يعني هي الكوين، يعني هي ملكة على الحضارة المصرية، يعني احنا الاصل. يعني انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ بسام الشماع، شكرا جزيلا لحضرتك، وخلونا نروح للشأن التركي. الدكتاتور